بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه الطيبين. حقا كثير الناس تيجيونا عندهم 20 30 سنة تلقاو عندهم مشكل في المفاصل، على الأقل المشاكل المفاصل كثيرة، ولكن اللي تيخلعني بزاف هو داك لي مالادي اوتو ايمين، تتلقى لا بولي ارتريت ريماتويد، التهاب تاع المفاصل، وتتلقى السيدة عندها 35 سنة وعندها هذا الالتهاب، وهذا الالتهاب تيحبس لها حتى القدرة على الخصوبة. وهنا غادي نزيدو نوسعو هذه المرضات بطريقة أخرى. كذلك لقينا راسنا على أن تيجيونا رياضيين، بحال الرياضي مؤخرا كانت عنده الركبة كلها مكرفسة، عندها اون ارتروز، عام الخدمة استطعنا نبنيو ركبة جديدة بواحد 95%، وهذا نجاح متميز. كذلك تيجيونا ناس اللي عندهم التهابات اما في المفاصل في الركبي او في الظهر، وتتلقى داك لي زيرني ديسكال، هادو كلهم عندهم علاقه مع الالتهابات، وتتلقى الطبيب غالبا انه تعطي مواد ضد الالتهابات. والغريب في الامر السيد تيبقى 10 سنين 30 عام وتعيش تعيش تعيش مع المرض، ولكن لا حل. الغريب تنتسالوا واش هاد العلم وهاد الابحاث العلميه وهاد المؤتمرات المتميزه والاموال الطائله، الملاير ديال الملاير ديال الدولارات اللي تتخسر، واش ما لقاوش حل، او حقا تيدوزوا فقط قريب للحل؟ يعني انه تيقولوا الناس وبقاو مرضين شويه وغادي نعطيكم عمليه جراحيه، هادشي اللي تيعرفوا يديروا، ولكن باش يقدروا يدوزوا القدره على ضبط الالتهاب مع الخروج من المرض، الركبه خصها تبقى جديده. عندنا ناس كانوا مشللين بقى الشلل. سيدة 35 سنة في إسبانيا، عندها 10 سنين ديال الزواج، إلى بولي أرتريت روماتويد منعتها من الحمل، منعتها من الخصوبة. من 7 شهور والزوج ديالها الله يحفظه السي عزيز استطاع على أن يساعدها بواحد الشكل كبير، 7 شهور ديال لساعات النحل. لساعات النحل مع تغذية صحية، عسل، حبوب لقاح، بصل والماء، استطعنا على أنه بعد 7 شهور بالعمل خرجت من الشلل، وخرجت من العقم، واستطعت على أنها تحمل. وهكذا لقينا راسنا على أنها كاين حواجز اللي خصنا نمنعوها، وهذا الالتهاب، هذا المرض الأوتويمي اللي صراحة خلات الالتهاب تيمشي لكل المفاصل، استطعنا بكرم الله تعالى أننا نساعدوا هذه السيدة في هذا الاتجاه، لساعات وتغذية صحية، واستطعنا أن نحترموا نحيدوا كل المواد الحيوانية لأنها تمنع إعادة بناء المفاصل بشكل صحيح، واستطعنا نركزوا على السمك فيه الفوسفور وعنده قدرة على إعادة بناء المفاصل بشكل صحيح. هذه الطريقة هذه اللي اشتغلنا بها على الالتهابات على المفاصل، عقلوا القاعدة، القنوات الدموية مي تيكون التهاب تتمشي للعضو وتتحاول تعاونوا عن طريق دوزو لوكسيجيناسيون والتغذية. واحد الوقت مع الالتهاب هاد القنوات تتولي ضعيفة، حتى الدم اللي تيمشي لها تيبقاش اوكسيجيني، لوكسيجيناسيون ليس فقط، تتلقى الدم تيكحل. ما معنى الكلام؟ ما بقاش داك النشاط والحيوية، علما انه حنا ملي تيكون ضعف الجسم جهة المفاصل بحال لابولي ارتريت، تتكون المناعة ضعيفة والدم اللي تيمشي لها عيان، وكيف غيكون التواصل باش نعالجوا الالتهاب؟ لاحظنا مي تعطيو زيت الزيتون على الريق، عقلوا قاعدة أولى، زيت الزيتون على الريق ساعتين قبل الإفطار، من بعد 3 شهور 6 شهور الدم تيتصلح والمفاصل تيخفف الألم. سيدة من إيران تتحكي على المغربية، تتعتز بالثقافة الطبيعية والطب النبوي، نشرت في وسط اللبنانيات اللي معاها في المجال الصحفي تما إذاعة العالم، واستطعت على أنها تقدم نصائح لكثير من السيدات اللي عندهم لا ميغرين، عندهم المفاصل عيانين، وسيده كبيره عندها شلل وعندها التهابات في المفاصل. من بعد 3 شهور خرجت من هذه الالتهابات بواحد 30 حتى 40%. زيت زيتون بوحدو بدايه يكفي، عقلوا. ثانيا انه استطعنا عن طريق زيت زيتون لوكسيجيناسيون وحده، ثانيا انه لا واحد نوع من التواصل بين القنوات الدمويه والمفصل، وهذا كله خلى على انه العياءات اللي في المفصل خرجات، والدم بدا يتواصل مع المفصل،
وبدات يقويه عن طريق المواد المعدنيه، فوسفور كالسيوم، عن طريق فيتامينات الدي والبي والانواع، عن طريق مجموعه ديال الزيوت بحال الاسيد لينولينيك والاسيد لينولينيك، واستطعم دوبليو لي كارتيلاج بشكل صحيح، ومع لسعات النحل في المفصل المريض مفاصل هنا او ركبي، كذلك عن طريق السمك المشوي السردين بالخصوص، عن طريق الخضار الخضراء. حنا مازال تنبغينا غير نطيبو ونقليو ونشوي، هذا كل اخطاء والمعلبات اخطاء. اذا الخضار الخضراء برو كرافس معدنوس لي شو، الفواكه الخضراء عن طريق الانزيمات، عن طريق هذه المواد، كل ما تنقوي القنوات الدمويه وتنوصلوا التغذيه الصحيه الى المفاصل، استطعنا على انهم بعد بين 6 شهور وسنه كاينين الناس كان عندهم ايرني لومبير، ثلاثه في الظهر، ثلاثه ديال لي زيرني لومبير، 7 شهور ما بقاش لي زيرني لومبير، طبيب تيقول لك ها هو 3 شهور 3 زيرني لومبير، 7 شهور ما بقاش لي زيرني لومبير، داك لي زيرني، داك الفتق اللي كاين عندنا على صعيد لي زيرني. الارتروز البولي ارتريت بين 6 شهور وسنه ما بقاش، دليل على انه هاد التغذيه اللي تكلمنا عليها عن طريق اللسعات ثم الاعانه والاستعانه واستعمال حسن استعمال الحجامه، هذه كل امور تمكننا نغلبوا عليها، ولكن بغيت منكم خمسه د الوصفات عقلوا عليها. الناس في المناطق الصحراويه تيمكنوا يحصلوا على الذروه ديال الجمل كيلو مثلا، تاخذوا واحد القدره ديال الطين ويخليوها يخليها على الطين مهيله فدو، واخا مع شويه ديال السكينجبير ممكن 50 غرام، مع شويه ديال السودانيه ممكن 50 غرام، ومع شويه ديال الخزامه، هذا تتبقى على عافيه خفيفه 12 ساعه حتى 24 ساعه، ومن بعد نخليوها ترتاح واحد الاسبوع وتبدا تندهنوها على المفاصل، نتائج خارقه جدا. وهذه ديما خصها تكون استعمالات. عندنا وصفه ثانيه، تناخذوا مثلا لو بور دو كاريتي او السمن وتنديروا له النحل ميت، تيرقد فيه واحد المده ديال 3 اسابيع، وتنزيدوا له شويه ديال الزيت حايله، وممكن نضيفوا له شويه ديال المرجان، ونخليه 3 اسابيع وممكن حتى 5 اسابيع. هاد الدهنه هادي في لي روماتيزم للرياضيين اللي جاو عندنا، اما المحترفين او غير المحترفين، بالاضافه الى كثير من الالتهابات تاع المفاصل، كثير من الناس بارك الله عطاتهم نتائج خاصه متميزه. هادو جوج. ثلاثه، الناس اللي زربانين وعندهم هذا النوع من الالتهابات، اما دي زونتورس دونك التواء الركبه او لا شوفي، ثم تتلقى التهابات على صعيد المفاصل اليدين، او الناس اللي عندهم لو كانال كاربيان، عيب ديروا عمليه على لو كانال كاربيان، هذه تيتعالج في 3 شهور، كانال كاربيان عيب ديروا عمليه، الناس تعوقوا والعمليه ما عطاتش نتيجه، عطاتهم اعاقه يدويه. اذا لقينا راسنا على ان عن طريق المعدنوس الخضر تندقوه في المهراز تاع النحاس، وتنزيد له شويه سكينجبير وشويه ديال الثوم مسلوق 5 الحبات، وتنربطو على اليدين مكان الالتهاب، او الركابي مكان الالتهاب، او لونتوخس، 24 ساعه 30% ديال النتائج، فقط الراحه ماشي العلاج، تنرتاحوا من داك العياء وداك الالم. ولكن لا تستعملها 3 اسابيع متتابعه كل ليله، وميها ديال البصله تنديروها رجلينا نص ساعه، مي تنحيدوها تنديروا داك المعدنوس مع سويت سكينجبير وشويه ديال الثوم مسلوق الربيخه، ملي تنجيو نعسو ممكن 3 مرات في النهار اذا كان في الدار، بين النهار الاول الى 3 اسابيع تتكون واحد النتائج متميزه. اذا هذا الاستعجال النهار الاول الثاني والثالث، ونخف علينا الالم بعد 3 اسابيع كل ليله نستعملوها، لاحظتي ان الالتهاب تتعالج بهذه الاساليب. اذا لاحظتي عندنا اكثر من 5000 ماده ضد الالتهاب، ما كاينش وحده، وما كاينش كيماويات اللي تيمكن نقولوا العولوا عليهم بوحدهم، هما ممكن ينفعوا في الاستعجالات، ولكن حتى نبنيو مفاصل جديده ونخرجوا من الالتهابات تاع المفاصل، ما كاينش خص النحل، تاخذ الحجامه، تغذيه صحيه فيها ماء، بصل، عسل، خضر ما طيبينش، نركزوا على المعدنوس وليشو مثلا، ونركزوا على البصل الثوم، وهكذا تيمكننا نستعملوا السمك مشوي او طاجين، والخضر ما طيباش، هكذا تيمكننا نعالجوا الالتهاب، ولكن ما نزربوش. عندنا 3 اشهر الاولى نديرو دي كونترول لي غاديو، نمشيو عند لي تروماتو، نراقبو المراقبات ديالنا، وتيمكننا ناخدو من بعد سنه ديال العمل حتى نعمقو العلاج ونضبطو، ونكونو على يقين التهاب ثم الماء في الرجلين ثم الارتروز
هادشي كله تمكننا نرجعوا العملية كلها إلى مفصل جديد بدون عناء ولا مشاكل، والحمد لله رب العالمين.